الله يرضي عليك ولدي. يلا مشي عند الناس نعزيهم. والله ما كرهتش امي، لكن ما عنديش الوجه اللي نتلقى بمية. هو دابا يراه الموت هادي، هذاك الشيء اللي بينك وبين مية خليه دابايا، ويلا خلينا نمشيو نعزيو الناس. امي انا غير عافيني، الله يصبرهم ويكون معاهم. انا كندعي معاهم من بعيد، غير خليني بعيد. اش غنقولك اولدي، انت تعرف سي صالح ما غتمشيش معايا تعزي خوك في حفيدو. ها هو المهم، انا الموت هادي ما يمكن ليش نتخلى على الناس. غادي نمشي نعزي، وصرار غادي نتلاقى بها تمايا. يلا خليتكم على خير. الوليد ياك ما كضرك شي حاجه واش نجيب لك الدواء؟ الحاجه اللي كضرني هي انت. ما بغيتش واحد النهار تقيد على صالح ولدو تفلى على شي بنت الناس. غدا ان شاء الله غتمشي تصيب الوريقات ديالك وغادي نمشي نجوجوك امينه. ما يكون على خاطرك الوالد. اخشي يكون على خاطري انا، يكون على خاطرك انت. واش ترضى شي حد يتفلى على اختك؟ درتي تحمل مسؤوليتها. انا اللي عليا انا قلته. الموت والحياة هادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. لا عشر الخطوات كما مدى مش معك بس لا عشر الخطوات مدى مش معك بس بخير. الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. لا عشر الخطوات. أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وليا ما بانش لك ياسين؟ ما عرفناش فينا هو، ما قدرناش نسولو. الله يكون في عونه، راه ولدو اللي مات. الله يكون في عونهم كاملين. كان شفتي صوفيا في الدفين، بقات فيك تجي ولات مسكينه، ولات بحال شي مهبوله. الله يلطف بها.